تسمع الملوية اف ام. هلا ومية هلا. هلا ومية وهلا. هلا هلا تلي وفاء وفي قلبك جفاء. هلا بتاد الصبور. هلا بحب العمر. احبك وجنون وعندي تسوى الكون بعد قبل هلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المثل السادسة إليكم الآن. شدد رئيس تحالف عزم النائب محمد عبد الصمد السمرائي لشاشة سكاي نيوز العربية على أنه صعب جدا وجود عملية سياسية من دون التيار السياسي. حقيقة الوضع معقد السياسي، قمة في تفكير سياسية معقدة بعد نتائج الانتخابات المبكرة التي كنا نتمنى أن نخرج منها عرض الزجاجة، لكن مع الأسف هذا الإطلاق على الوضع ومخرجات العملية الانتخابية الأخيرة. ما أقدر أجاوب بالنيابة عن الإخوان في التيار، هذا قرار يعود إلهم، لكن يعني ماذا تتوقع؟ بعد أن يكون هناك عملية سياسية بدون وجود التيار. نعم، ماذا تتوقع؟ الديوان الملكي في السعودية يوم عن موافقة مجلس الوزراء السعودي على مذكرة تفاهم بين المملكة والعراق من أجل الربط الأنظمة. رئيس الوزراء نفذ الخير من يؤكد الحديث الحكومة على موازنة المضي لمشاريع لخدمة المواطن فيما دعا القوى السياسية إلى تحمل المسؤولية. أيضا سيعمل في الأردن المنتقدة إلى إسرائيل والسعودية منتصف الشهر المقبل مبينا أنه سيلتقي الخالق الأرض. في جهاز وزنك عسائر الترديد ضرورة معرفة المسائل في المحافظة من خلال الدستور. رئيس الوزراء يعقد جلسة مع سيادة وزارة المنطقة الثانية لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعماله. نظرا ليوكل بتنفيذ تحويل أجندة حتى أربعة مدنيين بينهم قتلة الشهيد مصطفى العذاري وهم من سكنة محافظة أنبار. نادي بايرن ميونخ يستعد لتقديم عرض خارق لليفربول لضم المهاجم السنغالي ساديو ماني مقابل 40 مليون يورو. نهاية الموجز، إلى اللقاء.